شكرا جزيلا فخامة الرئيس على هذا الترحيب الحار، وأنني سعيدة للغاية لأن أزوركم هنا في مصر لمناقشة ما ناقشناه اليوم، كيف يمكن أن نحقق تعاونا مكثفا تم بالفعل يعتمد على أسس قوية التي نعمل عليها معا، وكذلك التزام قوي ومعرفة بالموثوق الجانبين، وهذا أساس جوهري لزيادة التعاون ولتعطيد الروابط بيننا. إذن العديد من الموضوعات التي تمثل أو دليلا على هذا التعاون، وكذلك في البيان المشترك بيننا الذي سوف يعده الأيام القادمة يعكس مدى عمق شراكتنا وعلاقتنا. أود أن أركز اليوم على موضوعين ناقشناهما بكثافة في اجتماع اليوم. الأول بالطبع هو أمن الغذاء، ونرى أن أوكرانيا قد كانت هي المسؤولة عن تصدير الحبوب في العالم قبل نشوب الحرب، والآن نحن نواجه موقفا صعبا للغاية، وعلينا بذل كل الجهود الممكنة من أجل توفير الحبوب التي تعطلت نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، وأن إمداد وأن نكفل إمداد الحبوب للعالم، ولكن الآن يتم تعطيل الحبوب وهي معلقة الآن في البحر الأسود، وقد رأينا أن أسعار الغذاء قد تتعاظم وتتزايد في العديد من البلدان. 80% من استيراد القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا، وهذا يتعلق بأمن الغذاء، أن أزمة أمن الغذاء وأسعار الغذاء هي أزمة حقيقية. ودعني أؤكد اليوم أنني أقف إلى جانبكم فيما يتعلق بهذا الموضوع، وأننا سوف نوفر إغاثة فورية بأكثر من 100 مليون دولار لمصر من أجل تأمين الموقف لأمن الغذاء، وهذا سوف ونأمل أن هذا سوف يعمل على تعزيز مخزون الحبوب وكذلك تعزيز الأعمال في العالم، ولكن هذا على المدى القصير فقط. وأننا قد ناقشنا بشكل مكثف على المستوى المتوسط والبعيد تعزيز وتجديد الإنتاج الغذاء المحلي، لذا فإن الاتحاد الأوروبي مهتم للغاية في الاستثمار في إنتاج الغذاء محليا، وسوف نكرس 3 مليار يورو للزراعة وبرامج التصحاح والمياه في على مدار الأعوام القادمة هنا في المنطقة، وهذه الاستثمارات سوف تدعم أنظمة الغذاء في منطقتكم وفي مناطق أخرى، وهكذا يمكن أن نناقش معا كيفية تطوير الحلول والتكنولوجيا التي تفي بهذا الغرض هنا في مصر. لدينا كذلك التكنولوجيا الخاصة الدقيقة من أجل الفلاحة، وذكرتم التحول الرقمي وتغير المناخ، وهذا أمر مهم للغاية. إننا هنا في المنطقة فإنتاج الغذاء قد تحسن وتزايد، وهذا الاعتماد على المناطق الأخرى سوف ينخفض، ومع مرور الوقت هذا سوف يكفل الجودة الثابتة للغذاء، وهذه هي المصلحة المشتركة التي نعمل عليها. تأتي مصر في جوهر هذه النقلة التي سوف تتحقق، وأنني أتطلع كثيرا سيدي الرئيس للعمل على هذا الأمر، وكذلك الحشد معا استجابة دولية واسعة. وأعتقد بمناقشة هذا فمن المهم أننا
هنا نقف معا على المستوى العالمي لإدارة أزمة أمن الغذاء وأن نجد حلولا عادلة للجميع وأن نتطلع إلى توزيع الحبوب على سبيل المثال عالميا وأننا نؤكد بحق على البلدان ذات الهشاشة التي تعتمد يوميا على هذا الأمر في غذاء وهذا أمر لابد من دعمه وأن نحقق تضامنا بشأنه ونتناوله معا وبالطبع فإننا كذلك نعمل على توسيع تعاوننا في مجال الطاقة فمن المعروف أن حرب روسيا ضد أوكرانيا قد عرضت نحن في أوروبا على اعتمادنا على الوقود الأحفوري في روسيا ونريد التخلص من هذا الاعتماد عليها وأن ننوع اعتمادنا على موردين آخرين يمكن الوثوق بهم ومصر هي شريك موثوق به بالنسبة لنا وقد ناقشنا أهمية وثقة إمداد الطاقة بقدر الإمكان وتوسيع هذا النطاق وأننا هنا اتخذنا بعض الخطوات ووقعنا مذكرة تفاهم هذا الصباح لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر ثم تسييل الغاز هنا ثم نقله إلى الاتحاد الأوروبي وهذه خطوة عملاقة إلى الأمام لإمداد الطاقة والغاز إلى أوروبا وكذلك مهمة بالنسبة لمصر لكي تصبح مركزا للطاقة في الإقليم من المهم بالنسبة لنا أيضا أن نتطلع إلى الأشكال الجديدة للطاقة وبالطبع هي الطاقات المتجددة وهنا يقدر بالقول أنكم في موقف محظوظ للغاية ستتوافر لكم الموارد المطلوبة للطاقة المتجددة بوفرة الشمس والرياح هذه هي مصادر الطاقة للمستقبل وسوف يكون الطلب كبيرا عليهم لذا فمن مصلحتنا أن نتباحث ونكتشف سويا كيفية وضع البنية التحتية والتكنولوجيا المطلوبة التي تلائم الطاقة المتجددة على سبيل المثال نعمل على الشراكة إنتاج الهيدروجين وهي تسير على خطى جيدة للغاية ونتطلع على إطلاقها في كوب 27 في شرم الشيخ وهذا بالطبع يعود بي إلى نقطة كوب 27 في شرم الشيخ مصر لديها الإمكانات لكي تكون رائدة في مجال الطاقة إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها ولذا فإننا نعرف جميعا أن بلدكم ستلعب دورا محوريا في كوب 27 لكي تبقي المجتمع الدولي على تحقيق أهداف المناخ وكذلك أهداف تحقيق الطاقة النظيفة وما يلزمها مرة أخرى سيدي الرئيس اسمح لي أن أشكر سيادتكم على الترحيب بي هنا فإنني لا نناقش فقط مدى ضخامة الموضوعات ولكن مدى التوسع في هذه الموضوعات شكرا جزيلا